فيتوريا جاي يوم الثلاث خلاص، روي فيتوريا. الاول عايز اسال رايك، اختياره اختيار جيد؟ شايف انه الاختيار جه بعد مجهود كبير وكان فيه ازمات ومين رفض ومين ما رفضش، ولا شايف انه ده كان اختيار اولي والمنتخب او الكابتن حازم حط عينه على روي فيتوريا فجابه زي ما اتقال يعني؟ لا هو لم يكن الاختيار الاول طبعا، لكن يعني زي ما بيقول هو مثل دارج لكنه انطبق على الواقع اللي احنا فيها، كل تاخيره وفيها خيره. بالفعل حصل ده. يعني فعلا احنا عدنا نسمع سان باولي في الارجنتيني، سمعنا لينكوفيتش، سمعنا اسماء اخرى، سمعنا لوف، لكن في النهايه اللي جه روي فيتوريا. الناس سالت طب ليه روي فيتوريا جه منتخب مصر، علما بان النادي الاهلي عرضه كان اكبر بكثير من عرض اتحاد الكره. يعني روي فيتوريا باربع مساعدين راتب 200,000 دولار شهرين او تقريبا بما يعادل 2,400,000 دولار سنويا، في حين ان عرض النادي الاهلي توقف عند 3 مليون يورو وهو كان طالب 3,600,000 يورو، فلم يصل الطرفان الى اتفاق. فناس سالت ازاي هنا وافق وازاي هنا ما وافقش. هو الحقيقه خفض سقف مطالبه، وده كان احد الاسباب والنجاح اللي ساعدت كابتن حازم امام على التوصل لاتفاق. انا شايف ان من مصلحه منتخب مصر ان راجل زي ده، وكمان انت عملت فعلا زي ما بنقول دلوقتي الكلمه الدرجه كريم، مدرب المشروع. ايوه، ان انت بتقعد اربع سنين، فراجل وافق على ان هو يستمر اربع سنوات. طبيعي ان انت تديله القماشه كامله، تديله كل المساحه عشان يشتغل باريحيه. طبعا كابتن عصام الحضري كان عامل نجاحات، كابتن محمد شوقي كان مدرب واعد وحقيقة، والحقيقه كان هو كان مرشح يبقى مدير فني للمنتخب الاولمبي قبل ما يحصل تغير كامل، وان انت تجيب كل العناصر القياديه بدءا من مدير الفني للاتحاد وانتهاءا مدير فني للمنتخب الاولمبي يبقى اجانب. فكان كابتن محمد شوقي مرشح يبقى مدير فني، لكن في الوقت الحالي اصبح ما بقاش مرشح. نعم، ما بقاش مرشح. لا، هم قالوا رسمي ان انت لازم يكون مدير فني للاتحاد اجنبي، مدير فني للمنتخب الاول اجنبي، يعني مدير فني للمنتخب الاولمبي اجنبي. لا هم رسمي. لا استاذ احمد، لا هم اعلنوا رسمي، اعلنوا رسمي، هم لسه لحد ما هو ده يعني. دي النقطه، هيجيبوا مدرب فني اجنبي. صحيح. هم بيتكلموا بباتريس بوميل وقالوا كابتن بركات بيتفاوض معاه، لكن الراجل نفسه ميال ان هو يمسك منتخب اول، يعني زي ما كان ماسك منتخب كوت ديفوار، وشايف ان دي خطوه بالنسبه له للخلف. كل واحد حر في ارائه طبعا، لكن في النهايه احنا فكره ان انت تعمل استراتيجي. انا اتمنى ان زي ما في مدرسه برتغاليه في الاهلي وفي الزمالك وفي فاركو وفي منتخب مصر، يبقى المنتخب الاولمبي يبقى في تكامل. لان انت خلي بالك المنتخب الاولمبي حتى الان يعني عنده استحقاق، ولغايه دلوقتي احنا ما عملناش منتخب. دي مشكله كبيره على فكره من الكواليس، ان كابتن حلمي طولان عرض عليه قال لهم انا ما اقدرش امسك منتخب واوعدكم بميداليه، هذه مغامره. كابتن احمد سامي قبل ما يمسك سيراميكا كليوباترا عرض عليه يبقى مدير فني المنتخب الاولمبي، قال لهم اقدر اجهز لكم عناصر واعده بحيث ان انا افرخ لكم حوالي من 6 لـ 8 لعيبه، انا بقول لك بالرقم، يبقوا جاهزين للمنتخب الاول. قالوا لا احنا عايزين ميداليه، قال لهم ما اوعدكمش ان انا اخد ميداليه في ظل هذا الوقت الضيق. وبالتالي اعتذر الكابتن احمد سامي. يبقى انت محتاج دلوقتي باسرع وقت ممكن ان انت تجيب مدرب المنتخب الاولمبي. طيب.